حاسة بدك تقول شي من وقت ما قعدنا وأنا بدي أحكي معك بخصوص التوتر اللي صار بيناتنا وبدنا نلاقي حل. حصتك أنا بعرف أنك مجبورة تبيعي حصتك لأنك بحاجة مصاري، بس كمان حصتك هي ضمان مستقبلك، ما فيك تفرطي فيها. بدي إياكي تتفهمي حرصي وخوفي. فهمانتك، بعرف إنك بتفكر بمصلحتي أكتر ما أفكر أنا. حولت لك على حسابك 100,000، دبري أمورك فيهم هاي الفترة وانسيلي قصة البيع. شكراً كتير، عن جد شكراً، حلت لي المشكلة. يلا خبريني، على شو ناوي هلا؟ ناوية ترجعي تسافري؟ لسه ما بعرف، كتير محتارة. أنا برأيي تفكري تبقي، خليكي جنبي. عن جد أنت بدك يعني أبقى؟ إيه طبعاً بدي، وحكمت رح يفرح أكيد. عن جد شكراً كتير على فكرة العشاء، أنا كنت كتير بحاجة أني أقعد وأحكي معك مثل أي أخين. لازم كل فترة نعمل هي القعدة، وممكن نروح على السينما كمان أو نروح نلعب رياضة إذا بدك منسجل بنادي. لا هيك أخدتي راحتك. ماشي، بس رح أقوم على الحمام وأرجع. لازم واجهه، ما بدي اتهرب اكتر. وقف، لا تقول ولا كلمة، انا بدي احكي بالاول. انا اجيت لهون لانه هاد لمين؟ لأويا. أويا هون كمان؟ ايه طالعين نتعشى سوا وهلأ قامت على الحمام. مو انا ضايقتها؟ كتبت لها رسالة مشان تسامحني بس ما رضيت. ايه برافو، يعني صالحتها؟ طلعت الرسائل لأويا؟ خير فيكي شي؟ ليش اجيتي؟ صاير شي لتيجي وانتي مريضة؟ بما انك ما نطرتي لأرجع معناتها في شي؟